فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إيداع الرواتب التي نستلمها من الشركات أو من الحكومة، إيداعها في البنوك، هل هذا الإيداع يصنف على أنه وديعة أم قرض؟ لا، أنه وديعة، أنت مودعهم، قال وديعة، إيداع يسمى إيداع، وهذا يجوز لأجل الضرورة. وين يدعون الناس أموالهم، تكون أموال ضخمة وأموال مبالغ عليها خطر، فمن أجل الضرورة يجوز الإيداع بدون فائدة، إيداع مجرد إيداع فقط بدون فائدة، هذا لا بأس به للضرورة. نعم. وإذا كنت تحرج، وزع المال هذا وجسمه على الناس واسترح. نعم.